حقيقة كلنا مش واخدين بالنا منها، وهي إن أسعار الذهب مش بتنهار، دي بترجع لأصلها، يعني بتصحح وضعها. طيب إيه هو السعر العادل للذهب في مصر؟ وإيه اللي بيحدد ده؟ وإيه آخرة الهبوط والذهب هيوقف عند سعر إيه؟ بانكير، نبض البنوك. دلوقتي أسعار الذهب واخدة منحنى هبوط شديد، وكل ساعة في نزول في الأسعار، ولحد دلوقتي جرام الذهب عيار 21 داخل على 2275 جنيه في تداولات منتصف تعاملات يوم الاثنين. أسعار الذهب لو مشيت في المعدلات دي من الهبوط هتوصل للأرقام الطبيعية لجرامات الذهب، وقبل كده قلنا إن تجار الذهب قالوا إن السعر العادل لجرام 21 هو 1800 جنيه، وإن الزيادة في الأسعار بفعل فاعل ومبالغ فيها. احنا اتكلمنا بالتفصيل في النقطة مين بيتحكم في سعر الذهب ومين بيرفع الأسعار، ودي النقطة الأخطر في قصة الذهب، إن السوق مش متساب للعرض والطلب والقواعد العادلة للتداولات، لكن في إيدين بتتحكم في السوق والأسعار. لو اتكلمنا بشكل رسمي وحسب أحكام السوق، الأسعار هتفضل تنزل لحد مستويات ما قبل الأزمة والارتفاع الكبير، يعني جنيه الذهب المفروض يوصل لأقل من 8000 جنيه، وبقية الأعيرة كمان سعرها يبقى في العادي زي ما كانت من كام شهر. وعلشان نعرف مستوى الأسعار رايح على فين، لازم نعرف إيه اللي بيتحكم في أسعار الذهب بعيداً عن الأيدي الخفية، وهي الأسعار عالمياً، حركة البورصة العالمية والعرض والطلب وكمية المعروض والظروف الدولية والحروب والأزمات العالمية. موضوع السعر العالمي ده مهم جداً، لأنه مثلاً في توقعات بتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لموجة ركود اقتصادية ممكن ترفع أسعار الذهب عالمياً لتتجاوز مستوى 2200 دولار، وساعتها الأسعار في مصر هترفع. كمان لو قل المعروض السعر هيرجع يرفع تاني، ولو المعروض زي ما هو والطلب زاد على الذهب هيزيد تاني، وهكذا. كلها قواعد وقانون سوق، لو اتساب لطبيعته الذهب هيروح ويجي زي اي سلعة تانية من غير مفاجآت. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.